السلام ورحمة الله. في الفيديو اللي فات تكلمنا عن جهل وتعرفنا على الأشكال الوسيطة اللي كنت تتكلم بها الأصول في الجهل سواء كانت بالفهم أو المعرفة. في الفيديو هذا هنتكلم عن نظير آخر للجهل هو الجهل دائما أصول. لا شعوريا بس في بعض الأحيان الكلام يكون سهل. خلينا نتعرف عليهم ونشوف متى ممكن نقول جاهل. طبعا الازدراء غلط لكن المعرفة كويسة تبدأ بنفسك تتعود تشوف كيف تتقدم بعدين تجاهل تفهم هذا الشيء عشان تتعود صحيح. ايش هي الاشياء اللي ممكن تسبب الوقوف الى حاله التخلف؟ التخلف الاساس الذي هو السلوك. سلوك عندك اصول في السلوك وعندك اصول في Thank you.
المغرب ومغربي في كوبري اتباع هنا عشان كده الطريق الجديد في الكوبري وفي التوحيد بس بعد يحب مشكلة السلوك يحب مشكلة ايش الجانب الثاني من التخلف اللي هو طبعا هذا جو ايش هو الخاص فيك؟ انت عرفت تعلمت تسوق السيارة وعرفت كيف تعشي وعرفت كل حاجة الآن ايش اللي صار؟ الآن السيارة مثلا وهنا في المحطة يعني انت كل يوم كنت تروح تشوفها لا
الباسط ولا الأخطر بس هي فكرة توصل. أنا عندي وصول في الإدراك، ما عندي إدراك الجيل ولا أصبح من الناس لكن فوق الأسباب فهي تعلم هيعلم مش ايش مشكلة. إذا ما عادت الواحد حيصير عنده سلوك خاطئ ما أعرف مثل الخطأ يكون عنده أخطاء تمام فنية الوصول لأهدافه كان مصمم قبل كده بس أخطاء فنية المفروض تصحح تمام في لازم توصل لمرحلة هذا صحيح. أقول لنا